الحمد لله البنات ديالنا في المستوى وكنظن ان شاء الله يتغلبوا على المنتخب الفرنسي وكما قال البارح يغذي غانا في التصريح ديالو بان المنتخب المغربي هو منتخب قوي والحمد لله ديما مغرب والله ينصر سيدنا ان شاء الله المغرب غاد تربح فرنسا بجوج واحد ان شاء الله مربوحه لبؤات الاطلس ان شاء الله آه المنتخب المغربي النسوي راك عارف ومبناش <applause> ولا يني غيضربوا هاد الماتشات الانتصار الانتصار بنيات الله يرضى عليهم ان شاء الله غادي يفرحوا هاد الامه المغربيه المنتخب المغربي كنتوقع انه غادي يديها وغادي يربح المنتخب الفرنسي باذن الله ولا كتاب ان شاء الله حتى المنتخب المغربي عامر باللعابات ديال الجيش الملكي وتحيه الجيش الملكي من هنايا ومع حد عندهم خديجه الرميشي ما عندكم مناش من تخافوا ومبروك علينا المونديال <applause>